بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا كرم. رجعنا لكم تاني برضه يا جماعه باللايف زي ما برضه معودنا حضراتكم. المفاجاه الجميله مع المعلم حسام حسن ابو الحاج. رقم التليفون يا ريس 010 60 60 010 60 35 18 18 94 المعلم حسام حسن ابو الحاج 010 60 035 18 94. كده محدش هياخد الرقم بتاع اللايف. ماشي كلهم على دماغهم من فوق. 010 الناس كلها حاطه رقم ماشي الناس كلها معاها الرقم. 010 يا جماعه 60 35 18 94 معلم حسام حسن ابو الحاج. رقم المعلم حماده 010. طب يا جماعه اللي عايز يتواصل الان رقم تليفون المعلم حماده 010 9 180 4 9 9 8 التواصل مع معلم حماده حسن ابو الحاج. وحد الناس جاي بيصلي على سيدنا النبي. يا جماعه احنا دلوقتي دخل معانا معلش احنا دخل معانا كام واحد؟ 250 واحد حالا جه على اللايف معلم حسام. صل على النبي. عايزين 250 لايك اول حاجه. اي حاجه خالص بقى يا ابو عمر صل على الحبيب النبي الاول. صلى الله عليه وسلم. النهارده يا ابو عمر عروض ما بتنزلش لا على اليوتيوب ولا على الفيس وبفضل الله ما حدش يعرف يجيبهم ولا حد يعرف ينزلهم ولا بالاسعار بتاعتنا يا ريس. تمام. ده اللي اقدر اقوله لك. اللي عنده من ده يطلع كده ووريني. تمام. اللي عنده من ده شوف الخرشومه بتاعت العجل عامله ازاي يا ابو عمر. شايف وش العجل عامل ازاي؟ تمام. انت عندك في بيتك كيس ب 100,000 العجل. تمام. تعالى يا ريس بقى. الله يعطيك العافيه. انا عايزك تجيب ظهر العجل من دلوقتي يا باشا. اهو. شايفين؟ اهو. بين بين كده يا ابو عمر. تمام. وحد الله وصلي على سيدنا النبي. اوعى تنقع في الارض كده يا عمر يا يعني كل عجل فيهم كل عجل فيهم عايز عرض لوحده اقسم بالله. تعال. شايفين؟ ظهر العجل من فوق ظهر العجل. انا عايز ظهر العجل من فوق. اقول العجل اللحم انت دلوقتي تخش دلوقتي سام اللحم يا ابو عمر اقول لسه عمرنا قد ايه يا ابو عمر دول؟ كم يا معلم سام؟ دول عمرنا 4 شهور يا باشا اقول لحم من دلوقتي اعمار 4 شهور اقول لحم من دلوقتي يا ريس. تمام. اللهم صل على الحبيب النبي. شايفين؟ بيور ده البيور ده اللي الناس بتدور عليه ابو عمر. سمعنا صلاه الحبيب النبي يا جماعه سمعنا صلاة الحبيب النبي لو تكرمتوا على هات ظهر العجل كده يا باشا بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ يعني هات ظهر العجل ادي 10 ديكورة سنتال بيور رزق المشتري. بص هنا كده بص هنا كده بص هنا كده مين اللي بيطلع لك معلش كده خليك معايا في ظهر. تمام. مين يطلع لك بام زي دي كده يا ابو عمر؟ ربنا يبارك. وحد الله وصلى على سيدنا النبي. معانا يا جماعه الاعمار بتبتدي هنا من 4 شهور ل6 الاعمار من 4 ل6 بس ما تعديش شايف العجول شايف الحلاوه صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا النبي يا جماعه بالله العظيم عشان ده مال النبي. تعالى يا ابو عمر هات لك انا ده هاتولي تعالى ده التفاح ده يا باشا هات التفاح ده يا باشا. تعالى شوف هنا الرسمه عجل عامل زي الخيل العربي الوش بسم الله ما شاء الله الوش طلعت كيف يا ابو عمر الوش يمامه الوش يمامه ابو عمر جمال اللي انا مش مستغرب غيره يا راجل سكين ان هو تحويل عالي والبيمي عليه بس ان هو ياكل ويشرب ويشتر وينام. تمام. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على سيدنا النبي ده البيور. خلينا بس نلعب عشرة حد اي حد ابو عمر على اليوتيوب تنزلي بيام زي دي. تمام. واقول لك على اسعار برضه ببلاش. تمام. اسعارنا ببلاش. معانا كمان نتايات منهم؟ معانا يا ريس نتايات منهم يا ريس. نتايات بيور برضه؟ نتايات بيور ولوشتاين ابيض فاسمر ولوشتاين فحمر. مونجوليان نوار فور. سمنتات كل اللي نفسك في امر لو فضل الله موجود بفضل الله كله. طب احنا عايزين كده بس على سيدنا النبي 500 لايك حالا قبل اي حاجه. لا عايزين قبل اي حاجه خالص الناس اللي بتدعمنا الناس اللي بتصلي على النبي. اللهم صل على النبي صل على النبي كمان مره في التعليق. هتصلي على سيدنا النبي لجل الحبيب النبي لتصلي على النبي ونعم بالله كمشاهد اللي مع لجل الحبيب النبي لتصلي على النبي ونعم بالله. ان ده مال بص انت نفسك هتاخد منه وتزكي عليه بصلاة سيدنا النبي يا ريس صلى الله عليه وسلم. نقول المكان اللي هو محافظة المنوفية يا عمرو محافظة شارع جامع المنوفية مركز أوسنا مركز أوسنا عرب أبو ذكري مقرية عرب أبو ذكري يا ريس 5 كيلو واللي جاي من أوسنا 3 كيلو يا ريس. نقول رقم التليفون يا أبو عمر رقم التليفون 010 980 980 4 998 998 010 هات النبي الاتصال هات لي فخاد العجل يا أبو عمر والله أقول لحم من دلوقتي أهي اقول 4 شهور لحم هات ظهر العجل يا ريس هات ظهر العجل واحد واحد يا باشا اقول لحم ادي 10 ديكوره 4 شهور و5 شهور و6 شهور معانا الاعمار
روح الموازين يا جماعه معانا من حوالي من حركه من 140 او 145 كيلو. انا ابو عمر برضه في نفس الوقت احنا موازين بس الوزن ربنا. العود ده ابو عمر بص هتوزن هتوزن يا جماعه. بص وش تلعج شايفين الجمال. سبحان الخالق سبحان البادع سبحان الله سبحان البادع سبحان الله سبحان البادع سبحان البادع سبحان الله. خد معلم حسام انا عايزك تستعرض العشرة العشرة خد دول الاول العشرة خدتها على ضمك يا ريس هنعمل توقع الله تعالى بص سايه سد دول بقى ايه سد دول ايه زينت العرض والله عمري عينيا ما رأت ناس زي ده ونعم بالله عينيا عمرها ما رأت ناس زي ده عمره. ولسه يا جماعه برده معانا النكات لا ناس بتدور على النوتي 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 البيور النوتي البيور اهي الناس اللي بتدور على النت شايفين مفيش حد عدى منك عم 10 دكوره 10 دكوره بسم الله ما شاء الله صحه ومناعه عاليه. انا عايز اي حد معانا على اللايف يا جماعه يعمل لايك اذكر الله اعمل بس يا باشا تعورني يا باشا بقى خلاص بقى خلاص بقى يا باشا مناعه وصحه وتحصين كل التحصينات اللي هياخد مني عجل مش هيديله ابره يا ريس تمام حصل كل التحاصيل يا عمر تمام بكام بقى ال10 دول يا معلم حسام ال10 دول سعرهم قنبله معانا 10 يا ريس خليك معانا يا عمر معانا لسه برضه 10 دكوره خليط ثواني شو افتح المكنه بسرعه افتح المكنه بسرعه اصبر يا رب بص ابو عمر بقى نخش بقى نقول الاسعار معلش يا جماعه دعمهم دعمهم يا ريس تمام بكام ال10 دكوره دول معانا في السنه؟ رقم التليفون الاول يا باشا قول لي 10 دكوره 010 010 980 9998 بكام يا باشا ال10 دول؟ والرقم الثاني 010 60351894 بكام يا باشا ال10 دول؟ ال10 دول يا ريس عاملين 137000 كام؟ 137000 يا ابو عمر عندهم بكام؟ عايز الناس تركز مش ب 155 ولا ب 160 137000 يا باشا. عندهم كام؟ 13700. طب اي عجل فيهم 13700؟ لا يا باشا في عجل فيهم 600 في معجل ينقص 600 في معجل زيت 1000 ومعجل ينقص 1000. تمام. بس صلي على النبي معانا. 13000 واللي عنده من ده لتاني مرة يعني. مش هيلاقي من ده. تمام. النتات الجرعة معانا في السماء معانا من كام لكام؟ معانا النتات الجرعة يا ريس كان معايا 12 عجل هنا فيهم 10 يا ابو عمر عاملين 137500 مية تعالى يا باشا برضو ايه نفرجك عليها النور هات المكنه الشاف جملك برضو يا ريس شغل المكنه بسرعه يا معلم واللي هيجي اللي هيجي النتايه من دي اقسم بالله ابو عمر ب 19000 عند اي واحد ظالم تمام معايا اتنين هم شغل المكنه يا عمر يلا معايا هم ده ابو عمر عجل براون سويسري جت مش من بيوم العرب تمام ديت اصغر عجله اللي تحت ديك ده يا ريس تمام الماني عمر يوم الماني الماني بيوم تمام الماني ولشتاين الماني بيوم بكام معلم في السوق الصغيره في يوم دي الصغيره في يوم ده يا ريس العجله كده ديت بتعملها من حركه 12 يعني دي تبدا معانا من 12 او 12 يعني من 12000 ولاد الصراط بيوم تمام يعني السعر بيبدا معانا من 12 ومعايا برضه عجله براون هي سويسري اقول لك سعرها خلاص الصلاه على حضرتك النبي الصلاه على حبيب النبي الحمد لله على جايين على وش السمع ده معايا انا داخل يا باشا اهوت ده اسمنتال بيور ده طلوع ابو عمر تمام ده عجل طلوع اهو هنا فيهم طب سيبك بس من الطلق اللي فيهم احنا عايزين بس نعرف الاسعار النوتي يا باشا الاسعار بتبدا معانا من كام؟ النوتي يا جماعه النوتي البيور يا جماعه الماني الماني نتات الماني اللي عمره ما يرجع تاني بفضل ربنا ده شغل العيد ده شغل العيد تعالى يا ابو عمر ومعانا الروسيه الاحمر يا ابو عمر اللي كل بقره بتنزل في وسط 60 بقره كل بقره روسيه يا ابو عمر باختصار في اي واحدة ولا في اي مزرعة بتلاقي بقرة واحدة كل 60 بقرة. في العجات؟ تفاح امريكاني يا ريس. تمام. انت معاك يا ابو عمر اسعار قنبلة. شايفين العجات؟ هي دي العجلات. هي دي العجلات الماني. بص يا ابو عمر الماني الفاتحة الرباعية، بص يا ابو عمر دي مواصفات. الفهم ديت مواصفات يا ابو عمر. تمام. انا معايا 12 عجلة منقيهم من وسط يا ابو عمر عنبر كامل. تمام صلى على سيدنا النبي بسم الله ما شاء الله عجات يا جماعه لاول مره ولوشتان ابيض فاحمر سمنتال بيور ولوشتان الماني انت يعرض ويوريك براون براون يا جماعه ايه ايه طبعا القرعان الرباني وش السمح هديه هدايا يا باشا معانا النهارده 12 هديه يا امك 12 انت شايفين صلى على سيدنا النبي ديت الهديه بتاعت العرض اقوم كده معانا حسام صلى على النبي اذكر اذكر الله اقعد ورا العجله يا ابو عمر
ادي الوش نوت يا جماعه دول وقدر. لا سلام عليك حسام بتبتدي هنا معانا من كام وبتبتدي معانا بكام؟ تعالى بقى اقول لك على 10 ويا جماعه الطلوع بتاعهم برده في وسطهم، الطلوع بتاعهم برده في وسطهم. ايه يا عمر تعالى عجب بسم الله ما شاء الله الطلوع بتاعهم في وسطهم اهو. بكام يا حسام البيان ده؟ معلش اقول لك بقى رئيس السعر على طول كده على ايه؟ خش يا باشا كيف السعر؟ تعالى كده هنشاور لك دولت بكذا. تعالى ده الطلوع بتاعهم يا جماعه اهو، ده عجل حوالي عمره 10 شهور الطلوع بتاعهم. بكام يا معلم حسام النوت دول؟ يلا يا محسن قول له بقى خلص. احنا عجل ده عجل ده من الجيل الثالث ده. بص يا ابو عمر كل عجله لها سعر يا جماعه. احنا قبل اي حاجه قبل اسعار البيان دي ما حدش بينزلها باسعار على اي حاجه. بص يا ابو عمر فانا عايز بقى ايه؟ الجيل الاول متاكد متاكد مش هقول لك 100% لا متاكد 95% ما حدش بينزلها. تمام. كل اللي بينزل يا ريس ولاد جيل ثالث ورابع. تمام. ركز معايا يا ابو عمر في معنى الكلمه. تمام. ولاد جيل ثالث ورابع كل اللي دولت يا ريس جايين في بطن مهطم من بره. دول جايين يعني ما حدش عمره هيطلعهم لك الا لاجل الظروف بس. تمام. لاجل الظروف. انا عايزك تجيب الوش العجله وظهر العجله وفتحه العجله يا باشا. اهي يا ابو عمر. يا باشا والله البضاعه بتتكلم يا معلم حسام. يا ريس انا عايزك تجيب وحياه النبي تجيب فتحه العجله ده من ورا. حاضر. ربنا يبارك فيك. قول لي يا عم حسام الاسعار بتبتدي معاك بكام؟ اقول لك الاسعار بس الناس تصلي على النبي وتعمل مبلغ. صلى على سيدنا النبي يا جماعه وادعوا له معلش. غرقوا لايكاتك يا جماعه غرقوا لايكات. هات النبي 30 اهو ديت ب 19000 لوحديها. تمام. النتيجه ديت يا ابو عمر بتنعرض في اي مكان والله بنت جيل الثالث. بص يا ابو عمر وانا عارف وعارف نفسي بحلم ازاي. تمام. والله بنت جيل الثالث بتنعرض ب 19 و 18. عندنا كام النهارده يا معلم؟ ولاد الجيل الاول ال 10 ريس في قلب بعض سعرهم خرافي يا ابو عمر. بكام؟ ب 13750. 13750 اي عجله فيهم بقى؟ لا مش اي عجله فيهم يا ريس، فيهم عجله بتطلع 1000 ونص وفي عجله بتنزل 1000 ونص، في عجله بتزيد 1000 وعجله بتقل 1000، في عجله بتزيد 500. يعني 10 ب 135000 جنيه يا جماعه. 137500. 137500 حصري. واللي عنده من ده بالاسعار دي يا ريس يعرض. تمام. اللي عنده واللي يقول لك يا ابو عمر ولاد الجيل الاول عندي اقول له الطريق الضرابي. تمام. دولت ولاد الجيل الاول. تمام. دولت ولاد استيراد ولاد الجيل الاول. تمام. انا عايز الناس تركز وتفوق. تمام توكل على الله. قصدي عندنا في المرايس هيك في اي منطقه في اي مكان ب 15000. تمام. ب 15000 ما فيهاش كلمه. يعني دي يا جماعه؟ طبعا البيت ده يا جماعه ب 13750. طبعا في عجله معاك مثلا معانا بتبدا من 12 او 12 و200 زي ديت. في عجله بترفع 1000 عجله بتنزل 1000 عجله ترفع 1000 ونص. نور الفل دي يا ريس. نور الفل دي اهي. ده لو عجله خليتها يا ابو عمر ديت مش جاي لك اقل من 12 ونص 13000. تمام. مش هنتكلم في البيور بنت الاستيراد. تمام. وانت كده بس العجله دي كده وحشه. الله يحفظك. مش هتقدر بعد الله باقي واخده كف التحصين سلايل. والله والله يا جماعه اقسم بالله عمري يوم ب 12000 في اي مكان. سيمنتال او الهولوشتال الاحمر عمره يوم ب 12000 ومعروف. عايز حد يعرض له الهولوشتال الاحمر بعمر ب 13700. البيور اللي بينزل كل 3 سنين مره يا ريس. ده يا ريس بص جاي بص يعني مش عايز اقول لك كل 3 سنين مره. الطلوع بتاعهم بكام يا معلم حسام؟ الطلوع بتاعهم يا ريس ده عمره حوالي يا ابو عمر من 10 شهور. تمام. ده عمره 10 شهور بالظبط. بكام يا معلم ده؟ وزن ابو عمر فوق ال 160 170 180 حاجه زي كده. بكام؟ عشان احنا ما وزناش برضه. بكام؟ يعني هو يعتبر 180 كيلو. بكام؟ السعر 17500 يا ريس. ثمنه 17000 ونص. لو صلى على النبي في الطلوع بالذات لو احسب لك بالكيلو هيعدي معاك فوق ال 20000. الذكر ده يا جماعه ثمنه 17500 اللي عايز طلوع في وسطهم ماشي. مش عايز الطلوع في وسطهم مفيش اي مشكله عادي. اللي عايز لوحده وبيع. طبعا يا جماعه الناس برضو اللي بتتابعنا على اليوتيوب على اليوتيوب تابعونا على اليوتيوب يا جماعه على قناه سوق بلدنا. اللي حابب يشاهد كل عروضنا يا جماعه يتواصل معانا واشترك معانا على اليوتيوب على قناه سوق بلدنا. ديت عجله براون سويسري بنت جيل ثالث. تمام. البنت جيل الاول بنقول عليها الاول ابو عمر، بنت الثالث والثاني بنقول عليها ثالث وثالث. عمرها؟ ديت يا ريس عمرها من حوالي دلوقتي 80 يوم. عمرها 80 يوم. 80 يوم بكام؟ سعرها خرافي. كام؟ سعرها خرافي بممارد ال كام يا معلم؟ 10250. 10250. بص يا ريس اللي بقول لك عليها بنت جيل ثالث بنت جيل ثالث. تمام. ال 10 الاولين دول ابو عمر ولاد جيل اول. موجودين هنا في مصر. تمام. دولت دي في بطن مصر. المتوسط معانا 13750 اللي ما سمعش يسمع، اللي ما صلاش على النبي صلى على النبي، اللي ما شيرش
اللي ما شارش وما عملش لايك يعمل لايك وشير الفيديو علشان الفيديو يلف العالم كله. وطبعا اللي له نصيب في حاجه ان شاء الله يشوفها. خليكم معانا برضو الله يخليك. خلي حد يعرف ب 15 و 17 يقول لك السعر من 16 ل 18 ونص. لا قلت له يا معلم خلي حد يعرف الكلام ده تاني يا ريس. خالص قلت لي كده قلت لي مش هخلي حد يقول لك من 16 ل 18 ونص. الناس اللي هي يا ابو عمر بتيجي على الناس الغلابه شويه. تمام قاعدين نوضح للناس برضو الحته دي يا ريس. تمام اللي يرضي ربنا فوق حلو قلناه من اول الفيديو حلو ونعم بالله. صلاه النبي احلى صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يلعب الدور ده عمر ده بس ده ال 17000 ده خلاص بقى سيب كل سيبه زي ما عشان نكمل العرض بتاعنا برضو. عايزين نكمل عرضنا معانا بس عشان المشاهد ما يملش مننا. تعالى عادي كده بس يا باشا والله ما عايز فرق عامل ازاي يعني. انا مش عايز اقول لك فوق ال 200 كيلو اللي ما وزنتش والله ما وزنت ربنا يبارك يا رب ويصلح لنا الخير. معانا 12 انتهى يا جماعه والطلبه بتاعهم من الرزق المشترك. العشرة قلنا هنا بكام ده يا ريس؟ العشرة دول برضه يا جماعه والله العظيم العجل العجل هنا نمته اقسم بالله النومه بتاعته كده تسوى فلوس. شايفين يا جماعه؟ هقول لك بقى يا ريس شايفين العجل؟ اللي عايز يطلع 2 طن اللي عايز يطلع 5 طن اللي عايز يعني يطلع طلع حدوه 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 والله ده يا جماعه بيوصل 800 كيلو 700 كيلو العجل ده بيوصل من 700 ل 800 والله بيوصل من 700 ل 800 ومن غير حلفان يعني الناس المربيين يعني بتوع اللي هم الناس ما تقولش على العجل السمنتالي اللي بربي مربي كل الكيين. تمام كل الكيين تمام. يا ابو عمر هم تحلوا 13700 10 ده كوره خليطه عالي ب 137000 ونص 10 ب 137000 ونص يا جماعه يا ريس 10 ده كوره الدكه بقى تحطه جنب ده قد قد كده اهو بس تحويله فوق ال 2 كيلو بفضل الله. 10 دكرة على 13700 هنا برضه يا جماعة. 10 دكرة 10 فتوات 10 فتوات خليطه على امك. 10 دكرة خلايط الاسعار 13700 فقال بعضهم يا جماعة عايز يسوم عجل في عجل يقل في عجل يطلع مفيش مشكلة. انا هنا يا ابو عمر 20 ذكر 17 17 ذكر معانا 17 ذكر برضه يا جماعة هنا اه 17 ذكر وبيور ده يمشي ومتى الاكل الاكل والنوم 17 ذكر هنا يا جماعه السعر 12 ونص في بعض السعر 12500 في بعض سعر العده 12 ونص 17 في بعض اللي عايز ال 17 عده في بعض على 12 ونص ماشي اللي عاوز منهم طبعا عده يا جماعه اللي عايز منهم عده يا جماعه في عده يا جماعه بيزيد 1000 عجل بينقص 1000 عجل بيزيد 1000 ونص عجل بينقص 1000 ونص عجل بيزيد 1000 عجل بينقص 1000 يا رب الرساله توصل للمشاهد عشان يا جماعه احنا بنعرض طبعا المشاهد بيجي لك يقول لك اي عجل ب 12 ونص طب ما انت بتاع الكبير هتسيب الصغير ابيع الصغير ده بكام؟ ب 12 ونص ما يرضيش ربنا هنبيع ده ب 10800 هنبيع ب 11 برضه يا عم حسام تمام سلمتين على النبي اقول له ده في كذا وده في كذا واللي يعجبك خش معلش انا بوضح الرساله للمشاهد قبل اي حاجه يا معلم حسام كلها ابو عمر اللي يجي يشرفني بص كده يا ريس فوق دماغي تمام اللي يشرفني فوق دماغي من فوق حصري حصري لاول مره يا جماعه ده كوره اسمنتال امك السعر ال 17 ذكر دول في بعضهم 12500 12000 وكام و500 ده يقف اقل يا ابو عمر ده يقف بكام يا معلم حسام ده؟ ده يقف اقل بكام؟ ده يقف بكام كده؟ عجل معاه قله اكل شرب مناعه ما اقولش غلطه الاكل يعني العجل ده يقف بكام يا معلم حسام؟ العجل زي ده مثلا ابو عمر ممكن يعمل له من حوالي 11 ونص 11500 بلاش لو في ارضيه السوق لو في ارضيه السوق البلدي العادي تنزل تجيب عجل بياكل ويشرب عمره بيتراوح من 5 شهور و6 شهور مش اقل يا ريس من 13 ونص عايزين لايكات يا جماعه لايكات 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 عيون لايكات ب 12 عيون واخده كف التحصين بفضل ربنا بتحصل مش عجل سوق ركزوا يا جماعه شو معانا بالله عليكم يا جماعه مفيش حمى قلعيه مفيش لا مؤاخذه اي حاجه عجل واخد كله تحصينه عجل يحول معاه كل يوم تحويل عالي يعني اوصل للمشاهد معلومه قد كده تعالى توكل على الله يا ريس سمعونا صلى الحبيب النبي كده شير 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 صلى على النبي وادي برضه يا جماعه معانا ذكوره 14 ذكوره امت السعر 14200 في بعضهم
10 دكوره المتوسط معانا برضو معانا حسام فريد المشاهد عليهم برضو 10 دكوره بقر المتوسط معانا 14200 جنيه 142000 والله العظيم اقل عجل فيهم يعني هقول لكم ايه بس ربنا يبارك يا رب 10 دكوره بقر بص معانا 14200 المتوسط معانا يا جماعه اللي عايز يسيب فيه اللي عاوزهم على بعضهم على 14200 يا رب الناس تركز معانا اللي عاوز البهايم يا باشا السمنتال ده يا باشا بيعيش يعني المشاهدين هترد عليك المشاهد بص يا باشا 10 دكوره دول اي العجل السمنتال بالذات يعيش في اي مكان العجل السمنتال ده شغلته الاكل والنوم يعيش في اي جو في اي حراره في اي مشكله ضد الشمس ضد الظل ضد الحر ضد اي حاجه ما تقلقش عليها سمنتال بيور اولاد استراد زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهوت 10 دكوره من المال الطيب على 14200 من بليار هولشتاين ربنا يا رب يبارك للمشتري وصاحب النصيب وصاحب المال خليكم معانا برده على اللايف عشان نشوف المعلم حماده والمعلم حسام هيقدموا لنا ايه وادي معانا 17 دكر المتوسط 12500 اللي عايز يوم عجل عجل يرفع 1000 عجل ينزل 1000 مش اي مشكله 10 دكوره معانا اهوت السعر 13700 نتايات 10 نتايات ب 137000 عايز المشاهد يقول رايه يا ريس انا عايز المشاهد هو اللي يحكم تمام هو اللي يقول رايه تعالى كده يا ابو عمر سلالات يعني ما نزلتش مصر قبل كده بفضل الله كل موجود انا واللي عايز اي كميات يا ابو عمر علشان برضه ما تضحكش على الناس دلوقتي 10 دكوره العجل بقى فتوات تقول لي العجل من بقى من 5 شهور طالع عامل زي من فوق صلى على سيدنا النبي واحد ربنا في التعليم اهو فين العجل 10 تعالى يا ابو عمر بقى كده عجل عسكري ماشي عسكري ايه كمبيوتر ايه يحول معاك زي ما تتك عليه لايكات يلا لايكات يلا شير كله يحضر نحضر بس كده بعضنا نصلي على النبي الاول زي ما بشرح صلى على سيدنا النبي بس لان صلاه النبي كلها رزق ومكسب ال 10 دول معلم حسام بكام الحجز والاستفسار ربنا يبارك لاول مره العجل لحم من دلوقتي العجل لحم يا جماعه ال 10 في بعض حبل واحد صل على النبي ال 10 على دول على بعضيهم ب 137000 ال 10 على بعضيهم هنا الحاج حسن ابو الحاج وفضل ربنا في مصلحه الحاج حسن ابو الحاج كل يوم هتلاقي جديد معلش في الكلمه كده وفضل على اول ب 13700 بس كيف الخليط غير كيف الايه؟ سمنتال يا جماعه مش هولشتاين سمنتال بيور وهنا برضو معانا الخليط العالي اللي عايز يقول معايا يا جماعه برضه موجود خليط عالي مش اي مشكله كان مظبوطه صحه سليمه تحقيق التحاصيل تحصيل روسي تحسين متفاجئ تحسين جدلي كل التحاسين بفضل ربنا متاحه والسعر هنا 13750 المتوسط 137500 137000 يا ابو عمر 220000 في 10 220000 شير صل على النبي ده يوصل بفضل الله عمره سنه يطلع لحم صابر بفضل الله 6 شهور يطلع لحم صابر تمام يعني ده ابو عمر ده معروف بالايه بالاكل والزياده تمام اكل وزياده تمام بفضل الله يا عمر ومعانا انا ثلاث عزبات برضه يا ابو عمر لقينا لحمه امك للضواحي ثلاث عزبات اي واحده فيهم ب 17000 ونص اي واحده فيهم يا ريس اي واحده فيهم ب 17000 ونص يا جماعه اللي عايز من الضواحي ماشي اللي عاوزهم مفيش اي مشكله عايز الناس تصلي على النبي وتدعمنا يا ابو عمر تدعمنا بلايكات حلوه في صلاه النبي كتير و10 دكوره معانا همت عاملين 8 دكوره بكام؟ 8 ب 68500 ب 68500 8 دكوره دول 8 دكوره ب 68500 ابوظ لك الاسعار يا ريس المتوسط معانا 82 صل على سيدنا النبي 8 دكوره عاملين كيلو فيهم عاملين كام يا معلم حسام؟ انت جوتني يا ابو عمر احنا 8 بقول يعني اسعار ب 68000 ونص 81 والله كنت عايز اقول لك ب 82000 ونص ال 8 دول يلا يا باشا وادي معانا ثلاث نتايات يا باشا هم ثلاث نتايات برضه يا جماعه اثنين فيهم عاملين حوالي من 19500 يعني في اثنين يا معلم حسام يقفوا بكام؟
12000 وكام؟ باقي المخده كله التحاصيل يا ابو عمر. فيهم اثنين يقفوا ب 12000 ونص. ودي هتقف في الباقي ومعانا ثلاث توتي هنا عاملين 29000. ثلاث تفاحات بقى. ثلاث تفاحات. ثلاث تفاحات. صلى على سيدنا النبي وادي معانا دكرين برضه هنا عاملين كام يا معلم حسام؟ وادي معانا دكرين عاملين 18000 جنيه يا جماعه اليوم ب 9000 يلا. من عندنا بقى يا معلم. اسعاركم بالله يا ريس. اليوم عامل 9000. ان شاء الله يا جماعه المحافظه هنا المنوفيه وسنا قرية عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج وادي عجلة خليط عالي شنو لك كبير برضو عشان ايه لا دي عجلة خليط عالي سعرها 11400 عند الحاج حسن ابو الحاج يا ابو عمر احنا عايزين الناس اللي بتدعي لنا باللايك وبتصلي معانا على النبي يقولوا برضو رايهم في التعليق معانا في الاسعار وفي السلالات توقع على النبي برضو قبل ايه خش ملح 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 اتفضل معلم احنا شكله ما اعرفش ابو عمر المزرعه جوار اهو بوابه الجيش المزرعه بجوار بوابه الجيش يا بابا بوابه المعسكر يا جماعه اه بص يعني اللي جاي هنا ابو عمر من الوسط ده كده بص واللي جاي من بنا اللي جاي من بنا مع الرئيس مع طريق الدره زفته اه يا باشا ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله باذن الله المحافظه المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج اللي عايز يجي ينورنا تعالى بس نقعد كده شويه مع المشاهدين كده حبايبنا الله لازم اجي انور هنا المزرعه مفيش اي مشكله استفسر يا ابو عمر بعدين برضه الوقت كده عايز استفسر عن اي شيء تمام بعيدا عن البيع والشراء عندي يرن عليا برضه الليل قبل النهار نقول رقم تليفوننا ابو عمر المعلم حسام حسن ابو الحاج بحي 27 محافظه يا جماعه معاكم اخوكم في الله حسام الحاج حسن ابو الحاج وكل اللي يخش على اللايف بنقول له تاني مره ابو عمر يدعي بالرحمه والمغفره للحاج حسن يا جماعه بالله لكل اللي يخش على اللايف ده يدعي بالرحمه والمغفره للحاج حسن ابو الحاج بالله عليكم كل المشاهدين اللي معانا كلهم كل سنه وانتم طيبين تمام كلهم كلكم كل سنه وانتم طيبين كل سنه طيبين ويدعونا بلايكات حلوه علشان احنا كل يوم معانا جديد يا عمر ومعانا مفاجات حلوه ومعانا برضه بالاسعار الكويسه بفضل الله يعني انت لو تخش المكان ده عندك اللقمه ال 10 دقائق دلوقتي يا عمر 137000 في الخصومه دول لو حصل لك عمر يوم الكلام زي اي حد تاني يا ريس 15000 يلعب معاك يكون ب 16 يكون ب 17 تمام بس احنا برضه جايبين باسعار حلوه كميات على بعضيها لازم برضه يا ريس تدي المشاهد اللي معاه الناس بتدعي له طول السنه متابعين يا جماعه الرجاء الدعاء للحاج حسن والحاج في الرحمه انا مشيت عليه الرجاء الصلاه على سيدنا النبي الرجاء الاستغفار الرجاء الناس كلها تصلى على الحبيب النبي معانا عشان ده مال اذكر الله الرجاء ذكر ربنا في التعليق اتكرمتم يعني احنا بنفكركم بذكر الله بس مش اكتر مش اي مشكله رقم تليفون لك على حسام الناس كلها وحياه على دماغي الناس اللي عندهم السنه متابعينا الناس دي كلها ريس على راسه حبيبي يا معلم رقم تليفون للاستفسار عن اي شيء يعني بعيد عن البيع والشراء عندي رقم تليفون 010 010 60 60 35 35 18 18 94 رقم الواتس يا باشا 010 6 0 لا لا ثواني 010 رقم الواتس يا باشا 010 2 2 5 3 7 8 4 6 اللي عايز يتواصل معانا شكرا اليكم على حسن سماعكم معانا والى لقاء اخر وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا لكم على المساهمه حبيبي معلم